القاهرة تمطر داخل شرايينك، هي خارج تصنيف التاريخ، لا تقاوم رغبتك في خلع درع قلبك لتعري لها أحزانك. فهنا القاهرة عاصمة مصر وواحدة من أهم مراكز الحياة الدينية والثقافية والسياسية، ومركز للحضارة العربية والإسلامية. فأنت لا تجد في أي مكان آخر هذا الكم من الآثار الدينية والمدنية التي تتيح لك طرزها المعمارية دراسة تطور العمارة الإسلامية، كما وصفها المؤرخ والفيلسوف ابن خلدون، إنها أوسع من كل ما يتخيل فيها.